البارت اللي بعديه بقى عندنا هيكون هو البول فالف بتاعتي. البول فالف دي عبارة عن كورة سفير. طب بتعمل ازاي السفير؟ هاجي على اي بلان من دولت واروح جاي راسم نص دايرة. نص دايرة لما تتعمل ريفولف حوالين اي اكس من الاكسيز الموجودة تدينا السفير بتاعتي. طيب بعدها كام؟ هتلاقيها عندك البعد بتاعك radius. المفروض احنا عايزينه radius، لا هو عطيني الدايمتر دلوقتي فاقول 50 على 2 كده اعطاني ايه الدايمتر. هعمل ريفولف هيديك سفير زي ما انت شايف كده. كده السفير ديت عندي دي البول، بس المفروض البول دي مفتوحة من جوه عشان يعدي منها المية او ايا كان الفلويد اللي هيعدي جوه. فاروح جاي طبعا ايه هعمل سكتش كده. السكتش ده من هنا لبره شويه، يعني في كذا طريقه، بس انا الطريقه اللي هعملها دلوقتي بحيث انك تعالى بس كده نديله الفيلد وبعد كده نتكلم نشوف الفيلد بتاعنا. الفيلد بتاعنا هنا على كام؟ هتلاقيه على 15 تمام. وسبت السكتش كده، او لو عايز تديله ابعاد براحتك. ف 2016 هنا في سؤال 2016 في سويبت كات. سويبت كات ده لما تيجي تستخدمه مش محتاج انك ترسم البروفايل بتاعك خلاص. فهاجي على طول استخدم الفيتشر الجديد الموجود اسمه ايه سيركل بروفايل، وهديله الدايره او البروفايل بتاعي، وده للاشكال الدائريه بس، وليكن هو 25 الدايمتر. وهنا بيطلب مني ان انا اختار الباس بتاعي بس، فهختار الباس. هتلاقي عمل لك الشكل بتاعك كده، والبول بتاعتك بقت مفتوحة من جوه. تعالى نعمل لها سيكشن فيو كده، تلاقي المية لما تدخل من هنا والفلوت بيدخل من هنا يطلع من الناحية التانية، وهكذا على حسب انت موصل التوصيلات بتاعتك ازاي. طيب البول دي لما تيجي تتحرك لازم في حاجة هتكون متعشقة معاها من فوق عشان تلف معاك. طيب هروح جاي عامل بلان، وممكن بدل ما تروح ريفرنس على طول بالكنترول وتسحب البلان ده كده لفوق تمام. هتلاقيه عمل لك اوفست بلان، هتديله القيمه بتاعتك. هعمل له على 15 تمام. هبدا سكتش من فوق من هنا، وهيكون عباره عن ريكتانجل كده. الريكتانجل ده النقطه دي والنقطه دي هوريزونتال، والنقطه ديت والنقطه دي هيكون كونست مع بعض. وادي له الابعاد بتاعتي دايمنشن، تلاقي ده 6 وده كله 16. اروح جاي عامل اكسترود كات، بس الاكسترود كات انا برسم جوه الجسم، هعمل له ريفرس الناحيه الثانيه لبره، اعمل له ثرو اول عشان يقطع لكل الماتيريال اللي فوق. هتلاقي ظهر لك بالشكل اللي عندك ده تمام. كده البول بتاعتي خلصت مفيش اي مشكله تمام زي ما احنا شايفين كده. هديله ماتيريال برضو عشان ناكد على اللي احنا عايزينه. هخليها مثلا وليكن كبر خلاص. الكبر الايفالويت ماس بروبرتي هتلاقيها 398.5 جرام، والرقم يعني مظبوط شويه. هسيف ده البول بتاعتي خلاص. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل بورت تاني من السلسلة بتاعت الثري واي بول فالف.